وأخيرا الإجازة على الأبواب بعد عام مضى بكل ما فيه من جهد وتعب، فالكل بحاجة إلى الإجازة. لكن يبقى السؤال الأزلي في بداية الإجازة، كيف نحمي المنزل من الحريق أو أي حادث آخر؟ إن أكثر المشكلات التي تواجه المنازل هو اشتعال الفتيل الذي قد يسبب حريقاً، وقد يؤدي إلى تلف جزء من المنزل أو كله، ويمكن أن يتفاقم ويكون خطيراً. فقد قامت إدارات الدفاع المدني في الدولة بإجراءات استباقية اتخذتها بإلزام المباني الحديثة بتطبيق كود الإمارات لمنع أو تقليل من نسبة الحرائق، واعتماد أعلى المقاييس والمواصفات العالمية في تحصين المباني ضد الحرائق، إضافة إلى تطبيق خدمات التواصل الذكي مع الدفاع المدني والتركيز على حملات التوعية والغرامات. ولا ننسى كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار إلى جانب إقفال الأبواب والنوافذ. من جانب آخر، تتوافر العديد من التطبيقات الهواتف الذكية التي تساعد على تعزيز الحماية والأمان للمنازل من السرقة، وتمكن هذه التطبيقات بالتحكم بالعديد من التقنيات في المنازل الذكية، بالإضافة إلى مراقبة المنزل عن بعد من خلال كاميرات المراقبة المنزلية التي يمكن التحكم بها عن بعد أيضاً. وفي النهاية، نتمنى لكم إجازة سعيدة.